إذا سمحتوا السيد رئيس، لابد من نقدم لكم الشكر الجزيل نيابة عن جميع الأخوات والإخوان المناضلين في المملكة المغربية، مناضلي التجمع الوطني الأحرار، على انتظام عقد الدورات ديال المجلس الوطني. وكما قلت في الداخلة وغادي نكررها هنا، لأن عندها واحد الأهمية، كنعتبر عندها أهمية السيد رئيس، أخوات والإخوان، كيبان بديهي أن حزب التجمع الوطني الأحرار كينظم الاجتماعات ديالو بشكل دوري، حتى أصبحت عندنا شي حاجة بسيطة جدا ومستهلكة. لكن العكس هو أنه خصنا نفتخروا بأن الحزب ديالنا أصبح منظما تنظيما عقلانيا حديثا عصريا. وهنا السيد الرئيس إذا سمحتوا، ما غاديش نذكر، كان التنظيم ديالنا سابقا، ندير بعض المقارنات، كان التنظيم ديالنا سابقا منظم عموديا، كان عندنا مناضلين في الأقاليم عدد بسيط، مجلس وطني فيه 800، داك المجلس الوطني فيه واحد 400 كنهزوها من المجلس الوطني لأنه عندهم الصفة، كيديروا اللجنة المركزية، واللجنة المركزية دايرة المكتب السياسي، كان هذا هو الحزب. اليوم الحزب تبدل، أصبح عنده تنظيم أفقي، 19 تنظيم موازي، مجلس وطني 400، مكتب سياسي، لكن كل شيء كيجري في الأقاليم، هذا التنظيم. لكن في هذا التنظيم شنو فيه؟ أهم ما فيه أن القرار ولا مقسوم على جوج. سابقا كانت القرار كيتخذ في الرباط كله، دابا القرارات هبطات الأقاليم، فيها بزاف ديال الرباط، بقى فيه القرار ديال التأطير السياسي ووضع الخطة باش كنشتغل. إذن السيد رئيس، في هذا الإطار هذا لابد نقول بشكل بسيط جدا أن التجمع الوطني الأحرار الآن يمكن لنا نسميه المدرسة الحزبية التي تحترم المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية ذات الصلة، عنده مسؤولية سياسية، مسؤولية دستورية، بما أنه جزء من الدستور والدستور عطاله باش يأطر المواطنات والمواطنين. لابد من التذكير لأن التاريخ سيتذكر، ما بغيتش نتكلم أنا على العدد بقدر ما بغيت نتكلم على القيمة ديال العمل. هذا المخرج اليوم اللي تكلم عليه السيد الرئيس ديال تصدر المشهد السياسي هو مسؤولية. دابا حنا اللي كنفرضوا الإيقاع ديال العمل السياسي، هناك من يتهمنا ما كنديروش السياسة، حنا كنديروا السياسة بمفهومها النبيل، ماشي السياسة ديال سبني نسبك وقول لي نقول لك، كنديروها بمفهوم ديال النبيل، أن الرئيس، السيد رئيس الحكومة، السيد رئيس الحزب، السادة والسادة، السيدات والسادة الرؤساء اللي عندهم القرار، عندهم الجرأة والشجاعة على اتخاذ القرارات المؤلمة، لكن عندها وقع على التغير والتحول المجتمعي. جميل أن نتكلم عن العدالة الاجتماعية وشعار كنا كنسمعوه منذ سنين، ولكن اش عمره تنفذ، عمره تطبق؟ اليوم خرج الحيز الوجود، هذه هي السياسة. إذن عوض الكلام هناك منجزات. درنا طلقنا من أرضية اللي هي الديمقراطية الاجتماعية، درنا برنامج انتخابي سميناه المسار. التنمية هو فكر بلغة العصر، ماشي باللغة القديمة، تواكب هاد الجيل ديال الشباب اللي تكلم عليه السيد الرئيس، واللي جمع لينا يعني مغاربة تكلمنا معهم باللغة ديالهم. 100 يوم 100 مدينة هي جزء من هذا الفكر السياسي الجديد، بتنظيم محكم عصري عقلاني يحترم المقتضيات القانونية، لا الدستورية ولا القانون التنظيمي ولا القانون النظام الأساسي للحزب ولا النظام الداخلي، عقد الاجتماعات في وقتها، الشفافية في تدبير المالية للحزب، إشراك الجميع في اتخاذ القرارات. إذن أصبحنا قاطرة للعمل السياسي داخل المملكة المغربية. هالتحول ما قابلينوش آخرون لأنه رفع السقف فوق، داكشي علاش كيضربونا. إحنا ما خصناش، إحنا كندافعوا على مشروع ومآمنين بهذا المشروع وكنشوفوا النتيجة ديالو اليوم، أن تصدرنا انتخابات حصلنا على 102 المقاعد،
في الدار البيضاء كنت علمت على 100، جبنا 102، لكن السقف اللي هو 116 باقي ما وصلنالوش، غنوصلوا له في 2026. 116 هذا هو السقف. 92 دائرة هي 92 نائب برلماني. الدوائر المحل الجهوية جوج 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 هي 24، هي 116. في 2026 خصنا نوصلوا 116، هذا هو الهدف، وغادي نوصلوها إن شاء الله بالمجهودات ديال الجميع. السيد الرئيس، ذكرتوا آخر المداخلة ديالكم هادشي اللي قمنا به ماشي سهل. في اعتقادي البسيط، مجموعة ديال الإخوة اللي جربوا الحكومة بالمناسبة، راه كاين نصف ديال المكتب السياسي كلهم وزراء سابقون ووزراء حاليون اللي كيمارسوا، ما كاين حتى شي حزب، كاين غير التجمع الوطني للأحرار. كنشوف السي سعيد شبعتو، ها هو فين هو ليه؟ كنبدا السي سعيد شبعتو، كان السي أنيس فيروس، محمد أوجار، نوال المتوكل، أخت بلاتي مباركة بوعيدة، أمينة بن خضراء، عاد هذا، وكاينين الآخرين اللي ما حاضرينش معنا. في اعتقادي في هذه الفترة هذه كانوا خصو يكون عندنا جوج حكومات، حكومة غتدبر الأزمة، وحكومة غادي دير البرنامج الحكومي. هذه الحكومة اللي غتدبر الأزمة هي داك الشيء كلشي اللي قال السيد الرئيس، باش ما نطولش، باش نخلي السي شفيق على خاطرو. الأزمات، الحرب الأوكرانية، التداعيات، توقف سلسلة الإنتاج، الجفاف، هذا غادي خصها حكومة لوحدها، والحكومة الأخرى هي اللي خصها تنفذ البرنامج الحكومي اللي اتفقنا عليه. الحال أنه ما يمكنلكش دير حكومات في نفس البلد، بالتالي شنو كان غادي يوقع؟ غادي الحكومة تقول لك أنا كنواجه الأزمة، إذا غنوضعوا جانبا البرنامج والأولوية للأزمات اللي خصك تدبرها. حتى واحد ما كان داير، حنا ملي كنا كنديروا انتخابات ما كناش قلنا ودي راه غيجي زلزال خصنا نديروا له 12 مليار ديال الدولار، ميزانية ديال دولة وحدة 18 مليار دولار. حنا درنا غير في الزلزال، ما غاديش نذكر الدولة احترامي، 12 مليار دولار. جفاف، ما الله يرد، ما غنتكلمش على الفلوس، نخلي غير في المبادئ الكبرى باش نختم. إذن كان خصنا جوج حكومات، أو حكومة تهتم بالأزمة. السيد الرئيس اهتم بالأزمة ونفذ البرنامج الحكومي، وسيتذكر التاريخ كما قال بأن التجمع الوطني للأحرار استطاع، والحمد لله موجود التجمع الوطني للأحرار في هذه الفترة هذه، الحمد لله تجمع موجود في هذه الفترة. والسيد الرئيس عز خنوش والوزراء مناسبة اللي كنتقدموا لهم الشكر الجزيل، وكننوهوا بالعمل اللي كيقوموا به. السيدات والسادة الرؤساء مقلقين، الوزراء ما كيجيوش عندنا، غادي يجيو عندكم الوزراء، غادي يوصلوا عندكم، كل حاجة في وقتها. ما غاديش حنا، ما غاديش تكون عندنا ديك داك الضيق، كل حاجة في وقتها غادي تنزل بشكل ممنهج عقلاني، غنحلوا المشاكل كاملة، كل حاجة في وقتها. اشتغلوا الآن باش وجدوا، باش خرجوا من هذه الأزمة، وضعوا الأسس ديال انطلاقة قوية جدا، غنبداو نحصدوا النتائج. حتى واحد ما كان يعتقد بأن أسرة مغربية في أي منطقة من مناطق المغرب غتوصل لواحد 500 درهم كبداية، واللي كان التزام وخرجت حيز الوجود إلى لامو إلى إلى إلى، أنتم عارفين التفاصيل ما غندخلش فيها. فنعطيو فرصة للوزراء ديالنا والحكومة ديالنا، وسنحصد جميعا نتائج. هادشي مقلق شي احزاب، كيقول لك خص وكاله، خص شي، خص وكاله شي، خصو التغول شي، خصو كل واحد شنو باغي، كل واحد نعطيو له اللي بغى، ما كاين مشكل. القشابه ديالنا واسعه، كنسمعوا كناخذوا اللي هو معقول كننفذوه، واللي ماشي معقول كيدخل من هنا وكيخرج من هنا. وخصنا نكونوا واقفين مآمنين، اللي مآمن بالمشروع راه غيمشي بعيد، اللي ما مآمنش بالمشروع وكان عنده شي نوع من التذبذب راه غادي يعيش هو المشاكل غير نفسيه مع راسه. اما التجمع كاين، 116 مقعد غنجيبوها في 2026 يدا في يد. شكرا.